الحقيقة أنه من يعني من أهم الأدوار اللي تابعناها في الفترة اللي فاتت دور وزارة التضامن الاجتماعي. وزارة التضامن الاجتماعي الحقيقة لعبت دور كبير جدا ومهم جدا، ومن أهم الخطوات اللي قامت بيها أنها نفذت الدورة الثالثة لتدريب التربية الأسرية الإيجابية، اللي الهدف منها تقديم أسلوب تربوي حديث وإيجابي بيساهم في البعد عن العنف والتنمر، خصوصا أنها بتستهدف الأطفال في مراحل عمرية مختلفة. عشان نعرف طبيعة الدورات والتدريب بتنضم لينا على التليفون دكتور أمال زكي، مستشار وزير التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك، صباح الخير، وصباح الخير على المشاهدين جميعا. دكتور، يعني في البداية أحب أعرف من حضرتك أهم الأهداف اللي بيسعى البرنامج لتحقيقها من خلال طبعا الدورة الثالثة اللي بدأت لتدريب التربية الأسرية الإيجابية. هي الحقيقة احنا بنستهدف حوالي 60,000 أسرة في 5 محافظات في البداية كبداية، لكن إن شاء الله بإذن الله هيتعامل مع المحافظات كلها. بيتم تدريب مدربين، المدربين دول اللي هم عبارة عن مسؤولي المرأة، مسؤولي القوى العامة، الرائدات، المجتمعيات اللي هم مكلفات الخدمة العامة، اللي هم بدورهم بعد كده هيفتحوا فصول. الفصل ده عبارة عن من 10 ل 12 أسرة، هتوعيهم بقى في المراحل المختلفة. يعني كل فصل هيبقى الأسر مثلا عندها أطفال من سن 0 ل 2، وبعدين من فصل تاني من 6 ل 12، وفصل من 12 ل 18. طبعا كل مرحلة ليها التحاور معاها وكيفية التربية معاها وتربية إيجابية. وبعدين احنا كمان بنبتدي من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، اللي هي من الأم وهي حامل، إزاي تعتني بطفلها، إزاي تغذيه، تطعيمات، بعد كده الاكتشاف المبكر للإعاقة، كل ما يهم الطفل من أول ما بتبقى هي حامل فيه لحد ان شاء الله لما يطلع شخصيه سويه على 18 سنه يا رب. طب يا دكتور، حضرتك اتكلمتي عن يعني وجود الدوره في 5 محافظات، لو حضرتك تقول لنا ايه هي ال5 محافظات وليه ابتديتوا بيهم؟ اسكندريه والقاهره الكبرى، القاهره الكبرى اللي هي الجيزه، ويعني لو حسبناها 3 محافظات اللي هي الجيزه والقاهره والقليوبيه، وبعدين عندنا الشرقيه، المنيا، اسيوط. طيب ليه حضرتك يعني ليه ابتديتوا بال5 محافظات دول تحديدا؟ هو الحقيقة يمكن ال5 محافظات بتوعنا دول اللي هم فيهم أنشطة مكثفة، يمكن عندنا أسيوط وسوهاج، دول برضو أسيوط والمنيا فيهم أكتر أسر تكافل وكرامة، الشرقية كمان الحاجات اللي فيها عنف بيظهر بصورة أكتر، عشان كده بدأنا بيهم، لكن إن شاء الله بإذن الله هيطبق في المحافظات كلها. طيب يا دكتور، يعني حضرتك كلمتي عن دور الرائدات الاجتماعيات، أكيد ليهم دور كبير جدا، عايز أعرف من حضرتك يعني مؤهلات الرائدات دول، هل بيتم تدريبهم قبلها، وإيه أهم المحاور اللي طبعا دورهم بيقوم بيها؟ هم الحقيقة عندنا رائدات ومكلفات خدمة عامة. الرائدات اللي هم يعني على الأقل تبقى معاها شهادة متوسطة، مكلفات الخدمة العامة اللي هم بيبقوا خريجي أهالي اللي هي جامعة يعني ومعاهد عليا، فدول هم اللي الحقيقة بيتم تدريبهم طبعا، لأن احنا بنعتمد عليهم في أنهم هم اللي بيقوموا بزيارات منزلية، بيدخلوا البيوت، وهم دول اللي هم مفروض الـ الأدوات بتاعت وزارة التضامن لنقل كل الرسائل. يمكن احنا مستهدفين 12 رسالة في برنامج وعي، الرسائل دي يعني بتهم كل أسرة وكل بيت، سواء سلوكيات أو تعليم أو فقر، بتبقى عبارة عن صحة الأم والطفل، اللي هي ربي بأمانة من غير إهانة، دي اللي هي التربية الإيجابية، النظافة، أسلوب صحة وسلامة، المخدرات، أنت أقوى من المخدرات، إزاي تعمل مشروع وتحاول ترفع مستواها الاجتماعي، طبعا لا أمية مع تكافل وكرامة، الفصول محو أمية، هم الحقيقة بيفتحوا فصول محو أمية، بنعمل لهم دورات علشان يوم وفتح الفصول ديت. يمكن عندنا مشكله وبتبان اكتر الايام دي، اللي هي المواطنه، كلنا
كلنا مصريين، كلنا لينا حقوق زي بعض. عندنا برضو المدار بتاعت الهجرة الغير شرعية دي برضو بيوعوا بيها، لأن في محافظات بعينها الحقيقة بتكثر فيها طبعا الحاجات ديت، وبتأثر طبعا على شبابنا الجميل. فالحاجات دي كلها، دي كلها الرسائل بتاعت هي قضايا، احنا بنسميها 12 قضية، وكل قضية ليها الرسائل بتاعت. عندنا أهم موضوع طبعا اللي هو اتنين كفاية علشان تنظيم الأسرة، وازاي تحدد الأطفال عدد الأطفال بتوعها علشان تقدر تربيهم تربية سليمة ويطلعوا فعلا نافعين للوطن بتاعهم. طبعا يا دكتور انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الحقيقه. يعني احنا بنتكلم عن دورات وتدريبات مهمه جدا وهتفرق بشكل كبير جدا، وفكره انها بتستهدف الاسر وكمان بتستهدف الاطفال، فكره تربيه النشأ وتدريب النشأ على هذه الافكار الايجابيه منذ نعومه اظافرهم، ده شيء مهم جدا ويفرق بشكل كبير جدا. واتمنى ان كمان التجربه والتدريب يعمم على كل محافظات مصر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم دكتوره امال زكي، مستشار وزيره التضامن لبرنامج وعي للتنميه المجتمعيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.